رهف مو سألة لا عني ولا عنك ولا على الوراق. ليك قاعد عم تتفتل من مشفى للتاني ومن مخفر للتاني بالشوارع، عم تحطنا بخطر مشان تدور على بنتها. ليش بينه تامر؟ أنا ما بعدت روح يقعد عندها بالبيت وما يخليها تطلع لبرا. يا أخي عم أقول لك هاي المرة مقايسة على روحها، ماشي على مبدأ ما راح يصير ألعن من اللي صار. بعدين دخلك تامر شو بيعني لها لحتى تسمع منه؟ أو هي شو بتعني لها لحتى يقعد يحميها؟ ليكون قاعدين عم يشربوا قهوة ويطبخوا ويحكوا. بيكونوا بعلمك تامر قاعد وحكالي نفس الأسئلة اللي عم بسألك إياها كل يوم، بس هديته ما بعرف لإمتى رح يضل هادي. فعود وخلينا نحكي نحن الكل. ليش نحن ما عم نشتغل؟ ها؟ قديه صرنا طالعين من الحبس؟ يومين؟ لسه لا لحقت لا أقعد ولا أفكر ولا أحكي مع تامر. أخي مشان الله حاجة تتحجاج، الزلمة صار له كم يوم عنده وما بيعرف شيء، وأنا صار لي كم يوم ناطرك لتخلص صفقتك أنت وأبي ياسين تبع المخدرات والتماثيل تبعكم، مشان تيجي تحكي لي هذا الحكي. رخيت! شو بدك اتصال؟ طلع فيني! شو بدك اتصال؟ لك أبي ياسين عم ينسيك المهمة الأساسية اللي جينا كرمالها. هي أنا وتامر غامرنا بروحنا وجينا لهون مشان نقعد ونحكي، وهي عزام وثق فيك وعطاك دولارات هالقد. شو المهمة اللي بعدها؟ المهمة اللي بعدها إنه عزامي طاطي وينكسر ويصير درجة ندعس عليها لحتى كل عدد مار. ودخلك إمتى هالدرجة رح نخلص منها وندعس عليها؟ أنت شو صاير عليك؟ شو في وراك؟ وراي أي شيء غير إني أكون مجرم نوراس.